سنتابع معكم توثيق الجزء الثاني من الباب الشرقي. في سنة 14 للهجرة حاصرت جيوش العرب المسلمون دمشق بقيادة سيدنا خالد بن الوليد واقتحمها عنوة بعد قتال عند الباب الشرقي. وبالحقيقة هو الباب الوحيد الذي فتح بالسيف، ولم يختلف المؤرخون في أن خالد بن الوليد نزل على هذا الباب، ولكن الصفدي أضاف إليه اسم شرحبيل بن حسنة وأشار إلى دخوله برفقة سيدنا خالد بن الوليد. وبالحقيقة نزل خالد سيدنا خالد عند هذا الباب بعد أن ضرب خيامه مقابله في موضع مسجد الشيخ رسلان اليوم، وما زالت هناك فسحة سماوية تعرف باسم مسجد خالد، وتعتبر الفسحة أول مسجد أقيم في دمشق أيام الفتح الإسلامي، وسمي بالباب الشرقي لأنه شرق البلاد، وله ثلاث فتحات، فتحة كبيرة في الوسط وفتحتان صغيرتان في من جانبيه. سدت الفتحة الوسطى الكبرى وكذلك سدت الفتحة الصغيرة الجنوبية التي في يمين الرسمة، وبقيت الفتحة الصغرى الشمالية في يسار الرسمة مفتوحة للعامة. وتظهر أهمية الباب الشرقي في عام 1032 أي للهجرة، أي الموافق في سنة 749 للميلاد، خلال حصار دمشق بالرايات السوداء العباسية ضد الدولة الأموية تحت قيادة عبد الله بن علي عم العباس السفاح، مما يدل أن هذا الباب كان هدفا محببا للغزاة، وبمثابة الكعبة كعبة المدينة بأقواسه الثلاثة الفخمة. واستباح الجيش العباسي الظافر عاصمة بني أمية العريقة لمدة 3 أيام، وهدموا أسوارها حجرا حجرا، ونبشوا قبور خلفائها، واستعمل صحن جامعها الكبير استبلا لدوابهم ولمدة 70 يوما. هذه هي الدولة العباسية، وهذا هو ديدن كل حاقد على الشام. وجاء بعدها العصر الفاطمي في سنة 410 أي الموافق 1020 للميلاد، عندما قام محمد بن أبي طالب رئيس الأحداث بسد فرجات الباب الثلاثة بهدف دفاعي، وقد قام الدمشقيون بعدها بإعادة فتحها مرة ثانية. وعندما دخل نور الدين دمشق من الباب الشرقي في سنة 549، ما كان لأمير بحنكته أن يغفل عن نقطة ضعف، يعني نقطة ضعف هذا الباب عند المدخل، وبنى عليه وأمر بسد فتحاته المركزية الكبيرة والجنوبية الصغرى، تاركا الشمالية التي بني أمامها باشورة ذات بابين، ومن أقدم من ذكرها ابن عساكر، وكان ذلك في سنة 559 للهجرة. وعندها فقد هذا الباب جماليات الأقواس الثلاثة، وتبدلت مهامه بالعهد النوري السلجوقي، وأصبح بالدرجة الأولى جزءا لا يتجزأ من تحصينات المدينة القديمة. وكذلك جدد الوزير ابن شكر في عام 602 في عهد الملك العادل الأيوبي، قام إلى هدم ما تيسر له من هذا الباب واستعمال الحجارة لتبليط الجامع، صحن الجامع الأموي. وقد طرأت المزيد من التعديلات في عهد الملك المعظم، وكانت واسعة المدى، بيد أنها استهدفت بالدرجة الأولى السور والخندق وليس الباب بحد ذاته.
أما المئذنة التي تعلو الفتحة الشمالية كانت أكبر إشكالية، إذ من الممكن أن تكون هذه المذكورة في فضائل الشام ودمشق الشام للربيعي في سنة 435 للهجرة، ولكن لا جدال في وجودها في سنة 580 أيام نور الدين الشهيد، عندما وصفها ابن جبير الأندلسي، وهو من أكثر الكتب مصداقية ودقة في الملاحظة. هذا ما ذكره أيضا محمد كرد علي في خطط الشام في الجزء الأول. وهذه أول اللوحات العامة والشاملة التي وصلتنا لباب شرقي في سنة 1837، ونشاهد في هذه اللوحة الفنية التوثيقية الناطقة باب شرقي كما كان في الماضي. وتعتقد بعض المصادر أن أصل هذه الرسمة صورة فوتوغرافية للمصور الفرنسي جوبيل فيسكي في عام 1840، مأخوذة من كتابه المنشور في عام 1844، الله أعلم. وأستطيع القول هنا أن رسامي تلك الفترة كانوا من الأمانة التاريخية والأثرية للمناظر العامة، مما يجعلنا نأخذ رسوماتهم بعين الاعتبار كوثيقة تاريخية. ويوجد الكثير من لوحات الرسم، يعني مناظر دمشق ذات دقة عالية وبالتوثيق التاريخي. ويبدو البرج الدفاعي الرائع بجانب الفتحة الشمالية للباب وباشورته والتضاريس حوله. ونشاهد أيضا تلة باب شرقي في يمين الرسمة، كذلك شكل المئذنة قبل الترميم، علاوة على ظهور مقام ضرار ذو القبة، وخلفه بيت النعمان الدمشقي في يمين اللوحة، وبالعمق أرى مقبرة الشيخ رسلان كما كانت بتلك الحقبة في سنة 1837. وهذا رسم البرج الدفاعي باستخدام قلم الفحم تحت عنوان دمشق البوابة الشرقية عام 1844، وبقلم الرسام والمؤرخ والفنان والمستشرق الأمريكي ماينر كالرغ. في الحقيقة كما ذكر الأستاذ داني، الرسمة ليست للباب الشرقي بالضبط، وإنما للبرج الدفاعي الصغير حين كان قائما إلى جانب الباب الشرقي حتى نهاية القرن التاسع عشر. وهذه لوحة أخرى لبوابة دمشق الشرقية، الباب الشرقي للرسام دوسو أشارليز في عام 1847، وموجودة في متحف مدينة الراين الفرنسية. ونشاهد الباب الشرقي من خارج أسوار مدينة دمشق من الجنوب إلى الشمال، بعد أن سدت طبعا جميع الفتحات الباب الثلاثة، وتم فتح بوابة جانبية وهي ليست من أصل الباب، وتم تغيير وجه الفتحة الشمالية ليصبح باتجاه الجنوب، وتم إزالتها عند ترميم الأبواب الثلاثة، واستعين بحجارتها لأعمال الترميم. كما تبرز مئذنة باب شرقي القائمة عند الباب فوق الباب مباشرة، أنشأها السلطان نور الدين محمود بن عماد الدين بن زنكي في سنة 560 للهجرة، بغية مراقبة الأعداء والمهاجمين من مكان مرتفع عند اقترابهم من دمشق إبان الحملات الصليبية، وإضافة إلى رفع الأذان منها، وتسمى مئذنة باب شرقي. فإلى هنا وينتهي الجزء الثاني من توثيق الباب الشرقي. سنتابع معكم الجزء الثالث من توثيق الباب بناء على طلب الأصدقاء، لكي تكون الحلقات قصيرة لضعف النت في سوريا. فإذا عجبكم هذا التوثيق التاريخي فالرجاء إبداء الرأي وبضغط زر الإعجاب والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل ما هو جديد عن دمشق الشام، فلا تبخلوا علينا بذلك، وشكرا سلفاً.